انسان وجه لك نقد كيف بتتعامل معه؟ كيف بتنظر للنقد؟ النقد حسب عشان موجه لي نقد. يعني اذا نقد بجرحني وبيضرني وما عامل معه شيء برد عليه اكيد. واذا عامل معه شيء بتفهم الوضع، ممكن نتفاهم بحوار بحلها. يعني هلا اذا كان النقد ضمن الاصول والاجتماعيه والعرف والقانون بنظر له باحترام، واذا كان النقد على مستوى رغبه شخصيه ولا مصالح ما بتحاشى. تصرف لا ما نو لائق، يعني هي يجي واحد ينقد الثاني وكذا، الا اذا كان على حق، يعني غير هيك لا. والجالي بدي اعمله نفس المعامله وبالتسامح كمان، الواحد بيسامح، يعني التسامح كويس. شو ما كان النقد انا بعتبره نقد بناء، انا هذا الشيء بدي صح اخطاء انا بيوز ماني شاعر فيها. حسب النقد، اذا كان نقد بناء بنستوعبه، اما اذا كان نقد لمجرد نقد بصير يعني صف حقي. حر هو والنقد تبعه، اذا كان نقده بناء باخذ فيه، اذا ما كان بناء بصحح له فكرته، ما اقتنع خلص بان مثل ما بده، بحترم رايه وبس. هلا في فرق بين النقد والنصيحه والحسد. لما بيكون النقد بهدف النصيحه بيتقبل، بس لما بيكون النقد بهدف الحسد هذا ما هو مقبول ابدا. يعني النقد البناء اكيد بتقبله بكل بساطه يعني، بس النقد السلبي يعني اللي هو بيسبب ضرر لي اكيد ما بتقبله نهائيا.